ما زالت فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مستمرة، حيث أقيم عرض للفيلم التسجيلي الطويل معجزة البقاء غجر مصر على هامش فعاليات المهرجان، فضلا عن إقامة مؤتمر صحفي للجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة والتحريك بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين. عقدت ندوة نقاشية عقب عرض فيلم معجزة البقاء غجر مصر بحضور عدد كبير من نقاد وصناع السينما في مصر والوطن العربي، كما تواجد مخرج العمل حسن صالح. الفيلم ده يعد الفيلم العربي أو المصري الأول عن الغجر وعن غجر مصر تحديدا. في معلومات عن الفيلم عن الغجر وهم مين وإيه التقسيمة وجم منين أصلهم، وجايبين معنا أساتذة من أساتذة علم اجتماع وأساتذة تاريخ وجامعين تراث وكده، بيقولوا كل المعلومات اللي اشتغلوا عليها السنين اللي فاتت في الفيلم، فهو كوثيقة سينمائية مهمة جدا. يضم الفيلم شهادات ووثائق تعرض لأول مرة من باحثين ومتخصصين تحمسوا للمشاركة في الفيلم باعتباره وسيلة لحفظ التراث الغجري المصري من الضياع. أنا بهنيكوا على الفيلم ده، الحقيقة فيلم بديع جدا، فيلم بيجاوب على تساؤلات كتيرة عن موضوع الغجر وقضية الغجر، معمول بشكل محكم جدا وبشكل فني جميل. أنا شايف أنه مخرج كمان التزم بالفورمات، وده برضو التزام صعب فورمات النوع ده من البرامج، لكن هو كمان عامل في النهاية فيلم جدير بأنه يشارك في مهرجانات دولية وجدير بأنه ياخد جوائز. الفيلم هو أكتر شيء واضح فيه هو المجهود الضخم اللي اتعمل من حيث الاستعانة بوثائق متنوعة، اختيار ضيوف الفيلم اللي اتكلموا عن الموضوع، هم كلهم ناس ذوات صلة شديدة جدا. وفي نفس السياق عقد مهرجان الإسماعيلية مؤتمرا صحفيا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، حيث تترأس هذه اللجنة المخرجة الفرنسية مارلين كانتو. مؤتمر لجنة التحكيم النهاردة هو استكمال للجو الأسري والجو الحميمي اللي بدأ من بداية المهرجان، واللي بدأ أصلا حتى في حفل افتتاح ما بقاش إن في ناس على المنصة وناس تحت ما لهمش علاقة ببعض، وعلى مدى أيام المهرجان في شيء حميمي جدا بيحصل ما بين كل صناع الأفلام والإعلاميين والنقاد والقنوات الموجودين في المهرجان. لجنة التحكيم ما بتظهرش إلا يمكن في الافتتاح وفي الختام الإعلان عن الجوائز، وهم كلهم سينمائيين محترفين من مهن سينمائية مختلفة، يعني ما بين الإنتاج وما بين الإخراج وصناعة الأفلام وتدريس السينما، فكان فرصة للناس إن إحنا هنا يعني نلتقي بيهم ونسمعهم. يذكر أن الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة انطلقت بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدائم، وتضمن الحفل بعض الفقرات الفنية التي تعبر عن التراث الشعبي لمدينة الإسماعيلية. إسلام نضال، قناة الغد، الإسماعيلية.